ومع هذه الصورة الجماعية ومع هذه اللقطة المميزة ومع هذا الأسلوب الرائع من الترحيب ما بين الفريقين وما بين الأشقاء، دائما أبدا سنظل أشقاء حبايب هنا في الملعب وخارج الملعب أيضا. مر على عديد من الأندية الكرواتية في سنواته الكثيرة والطويلة، المرمى بأي جزء منها. هنا محاولة خطيرة، الكرة بتعدي أخطر مع المنتخب البحريني إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة حضرت لكن التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. يسجل في هدف اللقاء الأول لكن الدفاع البحريني يصطاد هذه الكرة. عندك لعبة بوجود اللاعب أحمد أبو عمار، خطيرة هذه الكرة بالرأس ولكن إلى خارج أرضية الملعب. بشكل ممتاز اللاعب محمد مرهون لاعب نادي الرفاع، نقلات خطيرة، تقدم خطير من المنتخب البحريني، لكن أيضا الدفاع الوطني ودفاعنا يقدم أداء ممتاز، لكن ما زالت الخطورة حاضرة بهذه التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. لكن عبد الرحمن الأحمدي بكرة بتوصل مع السيد هاشم، تمريرة خطيرة إلى أحمد الشروقي، خطيرة هذه التسديدة، الله على هذه الكرة، وهدف اللقاء الأول لصالح المنتخب البحريني، هدف اللقاء الأول لصالح المنتخب البحريني بعد تسديدة قوية في شباك منتخبنا الوطني، بعد تسديدة ممتازة في شباك الحارس سعود الحوشان يتقدم فيها المنتخب البحريني عن طريق هذا اللاعب اللي حذرنا منه فعلا بتحركاته بخطورته بتميزه في خط الهجوم، اللاعب السيد هاشم عيسى سدد كرة وضعها في شباك سعود الحوشان، قوية هذه الكرة، قوية هذه اللعبة، تقدم بهدف اللقاء الأول أعزاء المتابعين لصالح المنتخب البحريني على منتخبنا الأولمبي الوطني من هذه المباراة في الدقيقة يعني الدقيقة 20 سجل هدف اللقاء الأول لصالح المنتخب البحريني. فعلا حاليا في هذه اللعبة بتوصل مع المنتخب البحريني نقلات لكن تقطع هذه اللعبة حاليا مع منتخب الوطني، خطيرة هذه التسديدة لكن طويلة من عبد العزيز وادي، طويلة من عبد العزيز وادي، ينتعش هجوميا، بدأ يقدم أداء أفضل هجوميا، يحتاج فقط التخليص، يحتاج فقط التسجيل. عرضية حضرت، الله على هذه اللعبة، ركنية حضرت، محاولة في تسجيل هدف اللقاء الأول، هذه الكرة حضرت، الراس وين؟ في المرمى، الله على حارس المرمى عمار، الله على حارس المرمى عمار في التصدي السابق لهذه الكرة. طويلة كانت اللعبة، ممتازة كانت الكرة، لكن عمار أحمد ارتقاء جميل صراحة من عمار، ارتقاء ممتاز ومميز من عمار، لعبة مع المنتخب البحريني عمار أحمد، لكن أقرب إلى فواز عايض، استلم فواز، تقدم فواز، يحاول يمرر فواز لكن اخترق فواز، خطيرة خطيرة خطيرة، الله عليك يا فواز، يا سلام، لكن موه لهم وتقدم واخترق ووصل إلى مناطق خطرة جدا وسدد كرة جميلة وكرة ممتازة، لكن في خطورة في خطورة في خطورة في تسديد، وسعود الحوشان يتصدر لهذه الكرة السابقة، ما زالت خطرة، تسديد الثانية، أوهو، طويلة كرة إلى السيد هاشم، خطيرة مع المنتخب البحريني، لكن سعود الحوشان متألق من الضغط بخطورة كبيرة جدا من المنتخب البحريني، محمد الحردان بتسديدة ولكن أيضا كرات مستمرة، كرة بتوصل مع منتخبنا الوطني، تمريرة تصل حاليا مع المنتخب البحريني، يقطع هذه الكرة بهجمة خطيرة، خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة، سعود الحوشان يتقدم، المرمى فاضي، المرمى فاضي، يمكن يسجل الثاني وفعلا سجل الثاني، فعلا سجل الثاني، حاول فيها سعود الحوشان ان يصيد هذه الكرة، تصرف ما كان خاطئ من سعود لان اللاعب كان متقدم في الجهة اليسرى، حاول بانه يصطاد هذه الكرة، هي منافسة 50% 50%، هذه اللقطة السابقة، هذه اللقطة السابقة، تقدم سعود لكن ايضا لاعب المنتخب البحريني في اللقطة السابقة اللاعب محمد مرهون استطاع انه يصطاد هذه الكرة اولا قبل الحارس سعود الحوشان ويمررها لزميله في اللقطة السابقة ويسجل هدف اللقاء الثاني قبل نهاية شوط اللقاء الأول، اللاعب جاسم خليف لاعب الرفاع الشرقي يتقدم ويعزز النتيجة بهدفين مقابل لا شيء
لصالح المنتخب البحريني. عبد العزيز وادي خطوره مع منتخبنا الوطني ما زالت مستمره، خطيره هذه اللعبه، عرضها الراس وين، ولكن الدفاع يتصدى، ما زالت خطره، فواز بيسدد الى خارج ارضيه الملعب مع هذه الفرصه. نهايه شوط اللقاء الاول اذا اعزائي المتابعين، اللقاء الذي انتهى في شوطي الاول بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب البحريني. اللاعب محمد الحرداد او اللاعب احمد بوغمار في تنفيذ هذه الكره بيسدد، خطيره هذه اللعبه لكن طويله وابتذب الى خارج ارضيه الملعب حاليا. راجكو ماجيك لكن الكره بتنفذ حاليا مع جاسم خليف صاحب هدف اللقاء الثاني. اللعبة بتوصل مع المنتخب الوطني، شبيب الخالدي يلعب لكرة جميلة ممتازة إلى عيد الرشيدي في منطقة الجزاء، عد راوغ عرضها الراس ولكن الكرة مرت، فواز بمرتدة محاولة حالية مع المنتخب الوطني، جميلة 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 التمريرة خطيرة، أوه بالخطأ بالخطأ بالخطأ، الله يا سلام على هذه اللعبة، برافو يا فواز على نظرتك الأول. أحمد العلي يعطي الشارة، شريب الخالدي في التنفيذ يسدد، أوه جميلة جميلة كانت اللعبة، الله جميلة كانت اللعبة، الله من شبيب الخالدي، المحاولة الرائعة والمميزة من شبيب، محاولة بهدف أول لكن تغيير اتجاه اللعب حاليا. محمد جاسم يستلم هذه اللعبة يمررها، نقلات ثنائية لكن راوغ بشكل ممتاز، شبيب شبيب شبيب، الله الله الله، هدف أول، نعم جول 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 جول، الله على شبيب، مجهود رائع جدا وجميل جدا من شبيب الخالدي، سدد في شباك الحارس عمار أحمد، ارتدت الكرة لكن كان حاضر عيد الرشيدي ويسجل هدف اللقاء الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه اللعبة، يا سلام على هذه الكرة، شبيب راوغ تقدم واخترق ما بين دفاعات المنتخب البحريني واستمر بهذه الكرة، عمار تفوق في اللقطة الأولى لكن في اللقطة الثانية عيد الرشيدي هو الذي حضر، هو الذي سدد، هو الذي قلص الفارق وسجل هدف اللقاء الأول. ومباراة مستمرة إذا معكم أعزائي المتابعين في دقيقتها 70 في الشوط الثاني بالذات، 10 على 10 يا عيد في هذا اللقاء في الشوط الثاني بالذات مع ربع ساعة متبقية. هذه كرة موجودة لصالح المنتخب البحريني، خطورة حضرت، عد راوغ احذر من التسديد، سدد احذر للمرتدة، الله يا سعود الله، استطاع أن يبعد خطورة المنتخب البحريني في الكرة السابقة ويبعد هدف اللقاء الثالث. واللقطة الرائعة من مخرجنا المبدع، دائما يعطيك اللقطات الجميلة والمبدعة، المخرج يبدع لك ويقدم لك اللقطات الرائعة سواء في المباراة أو في هنا هذه المنطقة السلمية أين يتم فيها إقامة المباريات، في هذا المشهد الرائع جدا. كرة حاضرة مع منتخبنا الوطني، الكرة موجودة، الله 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 الله، خطرة خطرة أمام المرمى ولكن الدفاع يتصدى. جاسم عتيج ممتاز في الدفاع، ممتاز في قلب الدفاع، 9 دقائق متبقية إذن أعزائي المتابعين، هذه الكرة موجودة، محاولة جميلة جدا في التقدم، الله 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 يا عيد، الله يا عيد، يا سلام يا عيد، الله عليك الله عليك الله عليك يا عيد، اللي قاعد تسويه في شوط اللقاء الثاني كبير جدا، اللي قاعد تسويه في شوط اللقاء الثاني كبير جدا كبير جدا، والله لو تعطيني منه لقطات يا مخرجنا المتابع ممكن نشوف مدى ابداع ومهارة هذا اللاعب في هذا الشوط الثاني بالذات، مراوغات تمريرات خطورة امام المرمى. كرة بتوصل خطيرة وسهلة إلى خارج أرضية الملعب، هذه المحاولة السابقة حضرت الكرة نفذت حاليا، خطيرة خطيرة التسديدة موجودة، الله على هذه اللعبة، الله على هذه اللعبة، الله على هذه المحاولة تسديدة لكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، محاولة ممتازة كانت عن طريق سالم البريتشي في اللقطة السابقة لكن الكرة طالت، الكرة طالت وبتوصل حاليا لصالح منتخبنا أو لصالح المنتخب البحريني، الدقائق الأخيرة من هذه المباراة.